لذلك نبارك لهم. قلت لك أنهم سافروا من مطار عنابة نحو مباشرة نحو تركيا، من تركيا إلى طنزانيا. لا زال هناك الكثير من العمل ينتظر الطاقم الفني الجزائري في المواجهات القادمة، في التحديات القادمة. الآن تنتظرهم كأس أمم إفريقيا، تحدي آخر لطاقم جزائري، نتمنى له كل التوفيق في هذه المنافسة. طبعا بعد المنتخب الوطني الجزائري نتمنى له التوفيق في كل المباريات، إلا إن واجه المنتخب الوطني الجزائري في كان المقبل. هناك يجب علينا أن نشجع المنتخب الوطني الجزائري مع تمنياتنا بالنجاح للطاقم الجزائري الآخر. طبعا الجزائريون فرحوا لعادل عمروش وطاقمه الجزائري، خاصة أن المنتخب الوطني كان متأهلا إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا، والمباراة كانت مباراة شكلية، لذلك لم يزعجهم على الإطلاق التعادل الذي حققته طنزانيا أمس. جمال بالماضي أيضا قام بلفتة جميلة مع طاقم الجزائري، ذهب إليهم إلى كرسي الاحتياط وصافحهم واحدا واحدا، ثم ذهب أيضا إلى عادل عمروش رغم الحساسية الموجودة بينهما في المدة الأخيرة، إلا أن جمال بالماضي قام بإذابة الجليد عندما توجه إلى عادل عمروش وحياه على كرسي الاحتياط. هذا ما نتمناه وهذا ما نرغب في رؤيته من الناخب الوطني جمال بالماضي، الذي هو القدوة الأولى للاعبيه. جمال بالماضي وكأنه شعر بأنه أخطأ بعض الشيء في حق عادل عمروش في مباراة الإياب، حين بطريقة غير مباشرة بتصريح ألب فيه الرأي العام الجزائري على عادل عمروش، رغم أنه مواطن جزائري آخر، خريج المدرسة الجزائرية، لعب في العديد من الأندية الجزائرية. أخطأ حين اتهمه بطريقة غير مباشرة بتحريض لاعبي المنتخب التنزاني على اللاعب بخشونة ضد لاعبي المنتخب الوطني الجزائري. أنا التقيت بعمروش وأقسم لي بأغلظ الأيمان حينها بأنه لم يطلب لاعب من لاعبيه بأن يعتدوا على أو يلعبوا بخشونة أمام لاعبي المنتخب الوطني الجزائري، بل ذهب إلى أبعد من هذا الحد، قال لي بالحرف الواحد طالبت منهم العكس تماما لما رأيتهم يلعبون ببعض الخشونة الزائدة أمام المنتخب الوطني الجزائري، تحدثت معهم وأمرتهم بأن يتجنبوا هذه الاحتكاكات. نعم. التي من شأنها أن تؤثر حتى على عمروش. للأمانة أمين، لم تكن له تصريحات ودية تجاه الناخب الوطني جمال بالماضي مؤخرا، لم يلقي إليه بالورود في بعد هذه الحادثة. نعم. بعد هذه الحادثة. نعم. أنا لماذا أرفع القبعة للناخب الوطني جمال بالماضي عما قام به في مباراة الأمس؟ لأنه قام بإذابة الجليد نهائيا، لأن الأمر في آخر المطاف يتعلق بأخوين شقيقين من بلد واحد، أبناء البلد الواحد. عمروش جزائري وبالماضي جزائري، عمروش متيم بحب المنتخب الوطني الجزائري رغم أنه مدرب لمنتخب إفريقي آخر، إلا أنه احتفل بالراية الجزائرية وصرح رغم أنه يملك حق التحفظ بما أنه مدرب المنتخب التنزاني، إلا أنه قال بصريح عبارة أتمنى النجمة الثالثة للمنتخب الوطني الجزائري في الكان المقبل. نعم. الذي سيكون هو فيه مدربا منافسا لمنتخب منافس للمنتخب الوطني الجزائري. لذلك أحيي كلا الطرفين. نعم. سواء عادل عمروش أو جمال بالماضي يبقيان شقيقين أخوين من نفس البلد، عليهما أن يمثلا هذا البلد بأفضل طريقة ممكنة. نعم. عادل عمروش في نهاية المباراة حاول أن يحتفل بالراية الوطنية، ولكن زميلنا الموظف على مستوى الفاف الصحفي بلال الجندور أراد منعه، مما أدخل الطرفين في هذا السجال. حسين، يحث محمد في بعض الأحيان يحث مناوشات بمثل هذه، ونشوف هنا يا المدرب له الحق محمد أنه يحتفل بالعالم الوطني، حتى وين أن بلال نعرفه، يعني وين سبق لي عملت معه في مولودية الجزائر، هو من مناصري المولودية، صحفي ما شاء الله، صحفي يعني ابن عائلة. نشوف هنا هذه الأمور تحدث، لكن نشوف هنا باللي عمروش له الحق يعني في أنه يحتفل بالعالم الوطني، هو جزائري 100%، يعني جاب نقطة ثمينة هنا في ملعب عنابة، وين خلاته يعني يتأهل ما بين 16 الفرق اللي يتأهلوا في الكان كوت ديفوار. هذا شيء عادي محمد. نعم. لازم كل حاجة نعطوا لها حقها، وما ندخلوش يعني في تفاصيل اللي يعني تكون دائما. نعم. بالسلب بالنسبة للجزائر. نعم. ما المانع أن يحتفل عمروش به العالم الوطني أمين في نهاية المباراة؟ لا مانع، أكيد لا مانع. الآن بخصوص هذا الأمر، هذه الواقعة لا نملك كل الحيثيات، ربما لو نستمع إلى الطرفين، ربما لو نستمع إلى عادل عمروش سيعطيك نسخة من الواقعة،
تستمع إلى بلال قندور سيعطيك نسخة أخرى، لذلك لا ندخل في تفاصيل هذه القضية. تصالح أمين. نعم تصالح، خصوصا أنهما تصالحا وأذبا الجليد بعد نهاية المباراة، وهذا أمر جيد لكلا الطرفين. حدث ما حدث، هذا أمر طبيعي جدا يحدث في كل ملاعب العالم. ذكرني أنا بلقطة احتفال جوزي مورينيو لما كان على رأس إنتر ميلان لما فاز على برشلونة في ملعب الكامب نو وتأهل إلى نهائي رابطة أبطال أوروبا. نعم. إلا أن المياه يعني خراطيم المياه كانت تنقص هذه الواقعة حتى تتماثل مع واقعة مورينيو مع نعم. فالديس حينها الذي تقمص داره بلال غندور. نعم. نحيي بلال غندور من هذا. نعم بلال غندور زميلنا وصديقنا عادل عمروش المدرب الغني عن كل تعريف هذا ما حدث بينهما بعد نهاية المباراة. الحمد لله أنهما تصالح. دود عليك ان شاء الله يا في امان الطوفي. اسمع الصحة الحمد لله عشرة صاري صاحبي لوي سو بيرمي دو بالي مو سو بيرمي اوسي دو بالي. كانوا صباح الخير. هذا اخر النهاية كانت جميلة ولم تكن مثل البداية. لو نعود الآن